قامت صاحبة السمو الملكي كاميلا دوقة كورنوال بزيارة إلى مسرح البحرين الوطني، تعرفت فيها على أحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. وقد قامت سمو الدوقة بجولة صاحبتها فيها الشيخة هالة بنت محمد الخليفة مديرة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والأثار، للاطلاع على المبنى بواجهته الزجاجية وهيكله الذهبي المطل على البحر. كما تعرفت على التصميم الداخلي للمبنى وعناصره المستوحاة من قوارب صيادي اللؤلؤ في الخليج قديما. وشهدت سمو الدوقة جانبا من بروفات مسرح البولشوي، حيث يستضيف المسرح الوطني عروضا للباليه يقدمها خلال اليومين القادمين. يذكر أن مسرح البحرين الوطني هو أحد مشاريع هيئة البحرين للثقافة والأثار، وتم افتتاحه عام 2012 بدعم كامل من صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقد استقبل منذ افتتاحه مجموعة من أهم العروض العالمية وعددا من النخب الفنية.